سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. السلام ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سياسات الصحة. اليوم السبت 20 نوفمبر 2021. اليوم ضيفنا هو وزير الصحة السابق في حكومة الحبيب الصيد اللي تولى منصب وزارة الصحة من فيفري 2015 حتى الأوت 2016، وكان أيضا ترأس في أبريل 2013 الجمعية العالمية للتعليم من أجل التوظيف في مكتب تونس. أيضا كان وزير للتكوين المهني والتشغيل في حكومة محمد الغنوشي من جانفي إلى ديسمبر 2021. هذه نبذة صغيرة من السيرة الذاتية والمهنية ليضيفنا لليوم وزير الصحة السابق سعيد العادي. سعداء باستقباله. مرحبا بك سي سعيد. عسلامة ومرحبا بكل المستمعين الحياة تفهم. مرحبا بك، أنت على أمواج الحياة تفهم، أول إذاعة مختصة في الصحة في تونس اللي تبث من القروين. أول سؤال تعودنا نسأله لضيوفنا الوزراء اللي تقلدوا منصب وزارة الصحة، هو تقييمك لتعامل وزارة الصحة مع جائحة كورونا خاصة في ذروة الإصابات، كيفاش تشوف، كيف شفتها من موقع المسؤول السابق اللي يخدم في وزارة الصحة ويعرف خباياها وخفايا العمل داخلها؟ شوفي، جائحة هذه هي جائحة عالمية، نقد سهل ونعمل سيد. ثم برشا نقاط إيجابية وثم بعض النقاط سلبية عليهم. نقاط إيجابية منذ البداية هما كان مواطن فيما يخص خطورة الجائحة هذه. يمكن في صارت غلطة كبيرة في تلفت ثمن كبير للشعب التونسي. هي في شهر جوان وجوية 2020 كي قالوا انتصرنا على كورونا، ما تمشيش في ذهن توانسة اللي كورونا ما تمشي، كورونا وفات صار تسيب، وهذا خلصناه بالثاني وثالث في الخريف وفي الشتاء بتاع خريف 2020 وشتاء 2021. ثم ايضا تأخير فيما يخص توفير التلقيح، معناتها أما هذا بعد كانت صعوبات على مستوى العالمي، نعرف البلدان الكبرى مع تشريت كمية كبيرة وكبيرة جدا من التلقيح وما كانش موجود على السوق العالمي في مقص التلقيح. اليوم يمكن الله يرحم أكثر من 25 ضحايا مشاو في الجائحة هذه. نجم نقوله معناتها وزارة الصحة قامت بواجبها أما بشكل متأخر. لا، فيما يخص الجائحة هذه ما تخصش فقط وزارة الصحة، لازم معناتها كل القطاعات، كل الوزارات وكل الدولة التونسية بشكل عام، الحكومة التونسية لازم عندهم دور فيما يخص مكافحة الجائحة هذه. واليوم الحمد لله وضعية أما احنا نقول وزارة الصحة خطورة قدامنا، مازلت 50% من اللي عمرهم 20 سنة فقط في الوقت، ونجم نشوفوها صفة إيجابية. أما باقي واحد يحسس التوانسة اللي راهو الوقاية هي لبسان الكمامة تبع جسدي وغير ذلك، ولكن الحل الوحيد هو تلقيح التوانسة. واليوم ثم فوارق ما بين الجهات، في قروان نعرف في قروان ثم نسبة أضعف من الناس اللي ملقها، نداء لكل خاصة في بداية الحملة الوطنية هو لمنع من الحالات الخطيرة. وهذا كل نجم نناقشوا كل شيء، ولكن الأرقام ما تتناقش. اليوم كي نشوفوا على المستوى العالمي اللي لقح عنده 11 مرة أقل خطورة باش يوصل للمستشفى في الإنعاش والله يقدر يوصل حتى للوفاة. تجربتنا أكيد في تونس مع الجائحة هذه كانت تجربة صعيبة كما قلت أنت، خاصة مع أشهر جوان وجويلية الماضيين وصلنا لأكثر من 25 ألف حالة وفاة بسبب كورونا، رقم كبير ما صارش في بلدان تفوتنا في عدد السكان وما تفوتناش في التطور، وأكيد ما تفوتناش في التنمية الاجتماعية. الإصابات أيضا ارتفعت بشكل كبير في الأشهر هذوما. أنت سي سعيد العادي لو كنت على رأس الوزارة منذ بداية الجائحة، شنو هي الأولويات اللي كنت تبنيها والخطة اللي تعتمدها؟ يمكن مع السياسة الاقتصادية على أعلى هرم السلطة راهو بكل وضوح ما كانتش واضحة وما كانتش معناتها كنا نشوفوا معناتها مثلا ماهيش كورونا ولا كورونا ماهيش خطيرة ولا ثم تردد في القرارات. يمكن منذ البداية هي كانت معناتها مش تحس المواطن فيما يخص حتى لين يجيو التلقيح، قبل ما يجيو التلقيح هي فيما يخص لبسان الكمامة، فيما يخص
معناتها المرافقه بالاجراءات الاجتماعيه مش تحسس التوانسه، ويمكن فيما يخص التلقيح بصفه استباقيه. بصفة استباقية للتلقيح. للتلقيح وعلى مستوى معناتها حتى على مستوى الدبلوماسية نتاعنا ما كانتش حاجة جيدة، خاصة السنة الفارطة فيما يخص توفير التلقيح للتوانسة. خاصة نحن كانت عندنا معناتها فرصة في تونس اللي الموجة الأولى ما جاتش قوية ياسر. جاو 50 ضحية بتاع الكورونا في الموجة الأولى، وغادي يمكن معناتها مشينا في اتجاه وين كاين انتصرنا على الكورونا ما غير ما نحتاجوا من الموجه الثانيه. رغم اللي ذكر انا في شهر جويلية قلت لهم راهو حتى كي قابلت وزير الصحه قلت له راهو مازال قدام، مازال الجائحه راهو كل كي تشوف تاريخ نتاع الانسانيه بصفه عامه راهو مش تصير موجه ثانيه وموجه ثالثه وموجه رابعه. من افضل من توا معناتها نوفروا التلقيح معناتها وناخذوا معناتها نراهنوا على التلقيح ومش تدوم عامين ثلاث سنين على الاقل الجائحه هذه. ومازال قدامنا راهو التوانسه لازم يحتفظوا. اليوم الارقام جيده ولكن باقي الوقايه والخطر مازال قايم معناها حسب رايك انت. الوقايه من توا وتحسيس التوانسه فيما يخص التلقيح معناتها وصلنا 50% نجموا نشوفوها حاجه ايجابيه كي نقارنوا بالوضعيه نتاعنا في شهر جوان وجوي الفرد، ولكن مازال قدامنا فيما يخص التحسيس وفيما يخص التلقي خاصه كبار السن واللي عندهم امراض مزمنه. السيد سعيد العادي، انت توليت رئاسه وزاره الصحه خلينا نقولوا في فتره من الفترات الحساسه في تاريخ تونس ما بعد الثوره ما بين فيفري 2015 وأوت 2016، شنو اللي ترى انك حققته وقت اللي كنت على راس وزاره الصحه بالنيابه؟ شنو اللي ترى سامحني على كنت على راس وزاره الصحه، شنو النقاط الايجابيه اللي حققتها؟ وشنو هي الاشياء او الاستراتيجيه اللي كنت تطمح انك تقوم بها في وزاره الصحة وما توفقتش انك تقوم بها، وشنو هي الاسباب؟ شوف هي مش نقيموا الانجازات، لازم نشوفوا وين كنا نحبوا نوصلوا. احنا منذ البدايه حطيت برنامج على خمسه محاور فيما يخص اصلاح قطاع الصحه وتدعيم قطاع الصحه العموميه بالذات. خمسه محاور، هو المحور الاول هو كان الوقايه، الاولويه للوقايه، بقي الوقايه خير من تقعد من بعد تعالج العلاج. النقطة الثانية هي التغطية الترابية، إعادة هيكلة التغطية الترابية متاع منظومة الصحة. المحور الثالث هو كان الابتكار والبحث في مجال الصحة. المحور الرابع هو كان الحوكمة ومكافحة الفساد في قطاع الصحة. والمحور الخامس هو كان إطار تشريعي تدعيم القطاع الصحة العمومية. علاش قطاع الصحة العمومية؟ معناتها القطاع الخاص عنده مكان، ولكن أكثر من 90% من التوانسة يتوجهوا للقطاع الصحة العمومية، وهذا حق دستوري باش ندعموا الصحة العمومية. هذا مبني على قناعة اللي معناتها دور الدولة ما بعد الثورة وحتى بصفة عامة لازم يتناسق مع معناتها المجتمع نتاعك. لازم الأولوية هي التربية والصحة، الصحة هما زوز معناتها الصحة والتربية زوز عرس أساسية بالسلم الاجتماعي تونس. هذا من خمسة محاور. كي ناخذوا محور، كي ناخذوا المحور الأول هو الوقاية. اللي حققناه وهذا حتى بشهادة أطباء الأسبوع الفارق برك بيب قال لي يرحم والديك على البرنامج اللي حطيتوه فيما يخص التهاب كبدي سن جيم. اللي هذا كان كارثة ومش تدعم الكارثة ولا مش تقوى الكارثة هذه. عملنا مسح وطني وصلنا قرابة 1% مش نبداو تدقيق 0.87% معناتها معنديش الأرقام قدامي، ما نذكر 0.85% 87% نتاع التوانسة عندهم ليباتيت سي، هذا التهاب كبدي سن جيم. حطينا برنامج وهذا عطى نتائج فيما يخص الوقاية. النقطة الثانية هي معناتها فيما يخص الوقاية أيضا هي الأمراض المزمنة اللي توانسة يعرفوا خاصة اللي يمشيوا للمستوصف اللي الأدوية ما كانتش موفرة، وللأسف رجعنا للوضعية اللي وباش نحكيو عليها هذا في الجزء الثاني من وهذا عملنا تقييم قداش من مواطن ومواطنة تونسية تستحق الدواء وقداش تطالب ميزانية. الميزانية كانت في حدود 16 مليون دينار، وكعملنا تقييم وهذا التقييم عملناه زاد أيضا وإن شاء
استشهدنا وبفضل معناتها مجهود كل اطارات في المستوصف تطالب 48 مليون دينار، وهذا طلبت من وزارة المالية ومن رئيس الحكومة انذاك الميزانية التكميلية، وخلينا الميزانية التكميلية وفرنا الأدوية في مرحلة معينة فيما يخص الأمراض المزمنة. علاش معناتها الواحد ما يخذش الدواء نتاعو يبدأ عنده ضغط الدم ولا يبدأ عنده أمراض السكري كان ما تعالجوش ولا كان ما فماش متابعة فيما يخص الأمراض هذم، توصل حالات أخطر وتتكلف أكثر أولا على صحة المواطن وثانيا حتى على منظومة الصحة بصفة عامة. وهذا أيضا حققناه في مرحلة معينة. هذا في مرحلة معينة، أنت شنو الحاجات اللي ترى أنك ما حققتهاش وكنت حاطة على سلم أولويات العمل نتاعك؟ أو مش نكمل فيما يخص ايضا ما نتنش نقولوا ما هي ما بين المحور الاول والمحور الثاني هي اطباء الاختصاص. كانوا بعض الجهات كتطاوين كتوزر حتى الروان وين كان ثم نقائص فيما يخص اطباء الاختصاص، حطينا برنامج، هو برنامج انتقالي مش برنامج معناتها الهدف نتاعو مش باش يدوم، ولكن برنامج انتقالي حتى لين نوفروا الاطباء صفه مستمره في الجهات هذم، ولكن تبدا عندنا تقطع بالاطباء الاختصاص، وهذا ايضا اعطى نتائج خاصه في تطاوين خاصه في توزر وين معناتها الاختصاصات الحساسه كالتوليد كالطب الاطفال كالتصوير الطبي كالانعاش كانوا موجودين واللي كنا نسمعوا بهم صارت فتره ما عادش نسمعوا بالمشاكل خاصه في المناطق هذم. للاسف زاد لكن اليوم رجعت المشاكل هذه رجعوا بشكل كبير في مناطق كبيره. سمعت الاسبوع اللي فات ما ثماش طبيب نتاع توليد، اما وهذا واجب لازم نقوموا به، لازم نواصلوا فيه حتى لين تصير ظروف وين الاطباء ينجموا يستقروا في كل المناطق. ايضا عملنا برنامج، وهذا يمكن كي تقول لي معناتها فيما يخص التغطيه الترابيه خاصة نحكيو في قروان، كان عملنا خمسة وقينا التمويلات نتاعهم خمسة معناتها مش نبليو خمسة مستشفيات جامعية في قروان في قفصة في قابس في باجة ونسيت وفي ساقس اللي كان برنامج موقف معناتها مستشفى ثاني في قروان بالذات مثلا مع الله يرحمه تيسيم شاكر كان انذاك وزير الماليه التمويل كان موجود 85 مليون دولار هبه من طرف العربيه السعوديه. الاساس هذا بعد خمس سنوات مازال ما تحققش على ارض الواقع. كانوا كمل كيف المخطط معناتها كمل هو تمويل معناتها لقيناه وتخليل المصادقه من عند العربية السعودية أساس ما تقدمش بالكل خمس سنين بعد هذا كان في معناتها كملنا الدراسة الأولوية أو كنت تتوقع في ظرف قداش باش يتم إنجاز المستشفيات هذه؟ حتى الأردن عملنا زيارة في قروان مع السيد رئيس الحكومة في الحبيب السيد هذاك في قروان وخصصنا الأرض هذا كان يمكن تنجم تقول عام باش يكملوا الدراسات وثلاث سنين أربع سنين باش نكملوا الإنجاز نتاعها كروتات يوما كروتات في 2020 من كان من المفروض أنه المستشفى يكون حاضر وجاهز ويتم تسليمه قفصة كيف كيف قفصة كيف كيف تمويل كان موجود وبدينا نخدموا على تمويل نتاع قابس ونتاع باجة والأرض لقيناها هي الصعوبات هي الأرض وكان ايضا حكيت مع السيد رئيس الحكومه قلت له راهو ما نمشيو في مشروع كان ما نضمنوا ايضا الانتدابات فيما يخص الموارد البشريه ما فماش على حتى معنى مش نحطوا برنامج كان ما عندناش موارد بشريه وتم موافقه ايضا فيما يخص الانتدابات في مرحله معينه باش تبدا تتماشى مع بعضها. سيد سعيد العادي احنا مازلنا مواصلين في برنامج سياسات الصحه باش نعملوا ترتيحه مع الموسيقى وفي الجزء الثاني من البرنامج باش نحكيو على الفساد في وزاره الصحه اللي هو ملف كبير وموجود منذ اعوام ولتوا ما وقع التعامل معها بشكل جدي، نحكيو ايضا على التفاوت ما بين الجهات في الخدمات الصحيه ومشاكل اخرى في القطاع الصحي منها نقص الادويه. مواصلين بعد الترتيحه الموسيقيه هذه.
شنو انت شنو جيت باش تقول لي؟ سي سعيد لحظات ونرجعوا. انت بدك ترتاح شوي. نقعد معكم. هي معنا بالطبيعه. دقائق صغيره ونرجع. رجعنا لكم من جديد في برنامج سياسة الصحة. ضيفنا سعيد العادي وزير الصحة السابق في حكومة الحبيب الصيد. نحكيه على الفساد في وزارة الصحة، نحكيه أيضا على شنو الحاجات اللي حب ضيفنا يحققها على رأس الوزارة وما توفقش أنه يعملها. نحكيه على نقص الأدوية في المستشفيات العمومية ما بين المشاكل المطروحة بشدة في الأعوام الماضية وحاليا في الوقت الحاضر والتفاوت ما بين الجهات. ضيفنا سعيد العادي، مرحبا بك من جديد. مرحبا بك سي سعيد، تسمع فيك؟ مرحبا نسمع فيك. مرحبا بك. قبل الفاصل حكينا على المحاور او الاستراتيجيه اللي حطيتها للعمل صلب وزاره الصحه، بعض النقاط حققتها، بعض الاهداف الاخرى ما تحققتش للاسف. اليوم نحكيو على فساد في وزارة الصحة ومنذ أعوام الملف هذا ديما يتطرح في الإعلام وكأنه برنامج سياسي ما يتطرحش بشدة أو بجدية أو ما يتطرحش خلينا نقول طرح قائم على درس واضح للملف هذايا. كيفاش ترى انتشار الفساد في المستشفيات العمومية وهيكل الصحة العمومية، خاصة أنه قطاع الصحة يصنف في تونس من أكثر القطاعات اللي فيها فساد في بلادنا، وأنت كنت صرحت في 2015 على وجود لوبيات للفساد في وزارة الصحة. نسمع إكستريم من التصريح هذايا وتعطينا تعليقك. الناس كل تعرف اللي قطاع الصحة اليوم أولا ما يتحملش الفساد، ما فيه الفساد ويمكن مش ننشحوا السلاح، لازم الفساد هذا شوفوا شنو ما لي سورس نتاعو. يعني ثم لوبيات فساد في قطاع الصحة؟ ثم شوية لوبيات وثم أيضا شكون بالتسيب اللي صار في السنوات الفارتة، ثم شكون قاعد يستنفع على المستوى الشخصي، وهذا معناتها ما يتمشاش مع أي قطاع، أما خاصة مع قطاع الصحة اللي عنده علاقة مباشرة مع إحساس المواطن، ولابد مش نكافح ضد الفساد دون ما تبدأ مباشرة بعد ما تبدأ السلاح وتبدا تمس بعض الاشخاص يعتبروهم كوم ديزانتيغي نتاعهم الشخصي. نجم نقولوا في العموم يعني اللي معناتها علاش انا باقي نقول راهو وزير الصحه مع الحكومه هذه ولا وزير الصحه مش وزير الصحه العموميه، دونك يشرف على القطاع العام والقطاع الخاص، اما ما ثماش قطاع خاص كان ما ثماش قطاع عمومي قوي في تونس. القطاع العمومي اولا هو الركيزه الاساسيه. كان هذايا تصريحك سي سعيد لراديو ماد في ديسمبر 2015، 5 سنين التالي او اكثر خلينا نقولوا 6 سنين التالي، حول الفساد في القطاع الصحي. شوفي هي تطلب وقت، تطلب وقت، ويمكن معناتها المحور الرابع والخامس هي كانت موجهه للحوكمه مقاومه الفساد من ناحيه، واعاده معناتها الاطار التشريعي بصفه عامه وتدعيم قطاع الصحه العمومي.
لازم كنقطة انطلاق شنو مسؤولية وزير الصحة ولا وزارة الصحة؟ معناتها أكيد هي لازم تقاوم الفساد، أما في مرحلة معينة لازم تعدي الملف للقضاء، وهم القضاء معناتها وزير الصحة نجم ياخذ قرارات على مستوى إداري، أما ماهوش قاضي، ماهوش قاضي مش يحكم على الناس، كل شخص بريء بالمحكم عليه. هي يمكن معناتها كان نوع من البطء فيما يخص رقمنة وزارة الصحة، رغم اللي عملنا مخطط كامل، كان طالب أموال زادة، معناتها طلبنا معناتها وخذينا تمويل، معناتها تعهد التمويل. لو نعطيك مثال، مثلا في مستشفى سفاقس جامعي نتاع سفاقس، كي حطينا البرنامج نتاع توفير معناتها توزيع الأدوية داخل المستشفى، برنامج ما يسمى جين، مش قولها باللغة الفرنسوية سامحني، ديستريبيسيون جورناليير معناتها نوميناتيف، هذا معناتها نقص 30% ميزانية الأدوية ووفر أكثر أدوية للمرضى. معناتها هذا كنا معناتها يمكن كنا نجم نسرعوا فيه، وهذا يمكن نسرعوا فيه مش ينتشر في كل مستشفيات جامعية، مش معناتها مش نراقبوا مش توزيع الأدوية ونقصوا من الأدوية اللي ما تمشيش معناتها المرضى تخرج من المستشفى، وهذا كان أيضا مشكلة. ما نساوش المرحلة هذيك راهو صارت معناتها عملية برد، عملية سوس، عملية محمد خامس، وهذا كل معناتها توقف معناتها العمل على مستوى وزارة الصحة باش تتلهى بالمقاومة الإرهاب، معناتها معناتها العملية الإرهابية وحماية المحيط معناتها الصحي في تونس اللي خلالنا وقت. ولكن هذا ما يمنعش انت ترى لي العمليات الارهابيه والعمل الامني اثر على عمل وزاره الصحه كيفاش؟ اكيد معناتها في برد، وزاره الصحه كانت في الخط الاول، عمليه برد ومن بعد معناتها للاسف كنا نعرفوا اللي معناتها كانت خطورات باش تصير عمليه ارهابيه، وجات للاسف في سوسه من بعد حطينا معناتها لو بلان بلون خط ابيض كما نقولوا، باش معناتها باش اداره على مستوى الصحي نحكي نتاع العمليه في سوسه جات افضل من عمليه بارت، وعمليه محمد خامس جات افضل من عمليه سوسه، وهذا كان في اطار تحسن ويطالب عمل مش فقط وزاره الصحه، وزاره الصحه وزاره الداخليه وزاره الدفاع ايضا وزارات السيادة هما المعنيين، خلينا باش نسمع كل شيء نعطي يدخلوا في الوضعية هذه. صارت أيضا في المعطوين كنت نتمنى باش نقدموا صوت أكثر من ذلك، إطار تشريعي أيضا حبينا بالضبط وقتها، مش ما تنجمش تلغي النشاط الخاص التكميلي ما غير ما تراجع إطار معناتها التنظيم داخل المستشفى، معناتها وخاصة فيما يخص الشهاري نتاع الأطباء اليوم، معناتها لازم معناتها الفرق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص هو سبب من أسباب معناتها اللي قاعدين نلاحظوا فيه تو، معناتها لازم يعاد معناتها النظام نتاع قطاع الصحة، قطاع الصحة عنده خصوصيات راه ما يوقفش 365 يوم على 365 يوم، 24 ساعة على 24 ساعة. دونك هذا لازم نعاود نشوفوا الإطار التشريعي. حطيت لجنة قاعدة خدمة عليه، ولكن كنا نجم نقدموا أكثر من ذلك. تقصد نظام الأجور، مراجعة نظام الأجور في القطاع؟ الأجور نتاع الأطباء ونتاع الإدارات شبه الطبية أيضا لابد من معناتها اليوم فرق كبير ياسر، معناتها كي تدوس معناتها من معناتها أنت تحكي على هروب الكفاءات، ولات الكفاءات الطبية الكل ماشية ولا حتى معناتها هروب الكفاءات، ولا معناتها مش هل يعقل اليوم مش السبيطارات ما تخدم كان الصباح؟ لازم تخدم صباح وعشيه، وحتى الاطار معناتها القانوني لازم يخدموا صباح وعشيه. وعلاش ولاو يخدموا صباح مرة؟ حتى مانيش نشاط خاص تكميلي لازم يتنحى هذا. هذا موجود في مش موجود في البلدان المتقدمه، تلقى المستشفيات نتاعهم تخدم 24 ساعة. معناتها ما غير ما تاخذ اجراءات مش ترافق مش تنحي النشاط الخاص التكميلي، كان ما تحبش تخسر الكفاءات نتاعك زاد، ما تنجمش تاخذ قرار
لازم تقيم شنو بعد الانعكاسات السلبيه نتاعو وكيفاش تواجهها. تواجهها لازم اعاده النظر في الاطار التشريعي وكتب الاجور نتاع الاطباء نتاع الاطارات الشبه الطبيه يخدموا يخدموا صباح وعشيه، ولكن وهذا راهو في نهايه الامر حد سبيطاري ودي معناتها هو الهدف نتاعو هي توفير خدمات صحيه بجوده عاليه، ولكن حتى كي تقيم كي يوليو يخدموا صباح وعشيه وتخلصهم اكثر سبيطاري ودي رابح حتى على مستوى المالي ودي رابح. معناتها هذا نوع من الفساد معناتها كي يبدا معناتها السبيطار ما يخدمش عشيه مش معقول مش معقول معناتها مش واحد مش يختار مش يمرض في الصباح وما يمرضش في العشيه. في الفترة اللي توليت فيها وزارة الصحة فما زوز ملفات من بين أهم ملفات الفساد اللي طفات على السطح في الأعوام اللي تلات الثورة اللي هي اللوالب الفاسدة والبنج الفاسد. شنو الموضوع بالضبط؟ فسر لنا سي سعيد شنو اللي صار؟ هو الموضوع هذا صفقات الزوز الموضوع هذا أنا مانيش من قطاع الصحة مانيش طبيب ومانيش معناتها علمت به في شهر ماي 2016 وكل ملف اولا خذينا قرارات. اي انت ماكش طبيب اما انت وزير صحه وقت على راس الوزاره. اي على اي باش نكمل باش نكمل. كل ملف لقيته واجهته سيد دوكي الجمهوريه. غادي وين الناس ماهيش فاهمه اللي وزير الصحه ما ينجمش ياخذ قرار في بقعه القاضي. معناتها خذيت قرارات اداريه وصلت حتى غلق نهائي لقاعة قسطرة اللي للأسف ثلاثة أشهر من بعد ما قدرت أنا وزارة الصحة تم فتحها من جديد. أنت رغم اللي وصلت معناتها على مستوى التفقدية معناتها الصحي معناتها اللي قامت بها وزارة الصحة معناتها كانت معناتها حاجة غادي من العقل معناتها اللي كان صاير في المستشفى هذه ما نجمش نسميها وما نحبش نسميها خاطر ثم قضيه في مازالت متواصله الى حد الان مازالت متواصله. وهذا كي توجه كي نقدم شكايه للسيد وكيل الجمهوريه من مسؤوليتي كوزير الصحه مش ما عادش نحكي عن الملف. ما تنجمش معناتها ما تنجمش تخالف ما بين معناتها التنفيذي والقضائي. من فوا واجهت قضيه معناتها قدمت شكايه امام القضاء تولي مسألة اليوم اكثر من 5 سنوات مرت على القضيه هذه بعد الاسف معناتها يمكن تطالب بحوث يمكن ما طبعتش انا بعد مانيش نعاودها. اما كل ملف لقيته فيما يخص كل ملف كل موضوع لقيته قدمنا شكاية للقضاء امام السيد وكيل الجمهوريه. هو صفقة ايضا البنج الفاسد صارت نعطيك حتى بالتواريخ معناتها من شوان قدمنا قضية معناتها شهر بعد ما صارت الوضعية اكيد باش تعمل تفقدية اولا تمشي تفقدية كي جاب الملف نتاع التفقدية قدمنا قضية لوكيل الجمهوريه. فما ايضا شبهة فساد تتعلق بصفقة البنج الفاسد اللي الصيدلية المركزية ابرمت صفقة مع شركة دواء ودخلت بنج فاسد تسبب في عديد المشاكل الصحية وتسبب حتى في حالات وفاة حسب ما تم. هذه معناتها صارت يمكن في اخر اسبوع ولا زوج اسابيع معناتها يمكن اللي الوزير ولا الوزيرة اللي جات من راسي تنجم تعطي اش عملت في الملف خاطر هذا الملف أعلم به يمكن الأسبوع آخر أسبوع اللي كنت أنا برأس وزارة الصحة. أنت معناها صفقة ما كنتش على علم بها بتفاصيلها نورمالمون الصفقات الكبيرة وزير الصحة. الموضوع هذا أولا معناتها كي كنت أنا غادي كما ظهر يمكن شوف ما عرفش بالضبط شو صار فيه الملف هذا خاطر صار بعد ما أنا غادرت وزارة الصحة. واضح. احنا ما زلنا مواصلين معاكم في برنامج ثم ملف اخر وين قدمنا فيه وللاسف معناتها الى حد الان مازال في اللي كان مجلس نواب الشعب مجمد توا مجمد هو قانون نتاع المسؤوليه الطبيه اللي المواضيع هذا معناتها حاطينها فيما يخص معناتها توزيع الادويه كل الادويه في المستشفيات خرجت معناتها اكثر من قرار هو في
ولا مستشفى خاصة ضروري باش تبدا تحت رقابة الصيادلة. فيما يخص رقابة الأدوية وتوزيع الأدوية وجودة الأدوية والصلوحية خرجته في شهر أوت 2016 وقانون نتاع المسؤولية الطبية اللي هي تحمي وتعطي حقوق للمريض وتحمي أيضا ولا على الأقل تعطي مش تحمي ما تعطي إطار وين كل متدخل في قطاع الصحة يعرف شنو هي مسؤوليته وش هي واجباته وتحميه كي لازم تحميه زادة ولا تخليه يخدم في بأريحية. القانون هذا منذ 2000 لجنة تكونت في بداية 2016 ونقابة الطبية رفضته القانون هذا سي سعيد، رفضته خاطر غادي ما غير ما قبلوه بعد رفضوه بعد قبلوه بعد رفضوه يرفضوا في الوقت خاطر ما يحبوش يعديوه خاطر ما يحبوش الرقابة وما يحبوش إطار تشريعي واضح. هذه اللجنة اللي خدمت تحب نحييهم بروفيسور فاتن تينسا بروفيسور عايدة برجي وغيرهم فريق كامل مدخلين من كل قطاعات وزارة العدل وزارة الشؤون الاجتماعية النقابات أيضا كانت موجودة عماد الأطباء كانت موجودة أيضا. الجزء الأول من البرنامج انتهى، يعطيك الصحة، شكرا لك ضيفنا سعيد العادي تقعد معنا، احنا ما زلنا واصلين معكم في الجزء الثاني من سياسة الصحة. سياسة الصحة، التطرق إلى السياسات الصحية بمختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة.